تحل دولة اليونان كضيف شرف للمعرض، وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتابة أطفال. فبعد عامين من جائحة كورونا يعود معرض القاهرة الدولي للكتاب ليقام في موعده الأصلي خلال شهر يناير من كل عام، حيث تشهد الدورة 53 إطلاق مشروع الكتابة الرقمية في الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي يبدأ بموسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي ما ورؤية. أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي شخصية المعرض بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس. القيمة مش بالقيمة المالية قد ما هي قيمة معنوية لأي نشر. الحقيقة كمان يمكن قدمنا مع القناة الدولية، قدم الاتحاد الناشئ العرب استضافة الجمعية العمومية وإجراء انتخابات للدورة العاشرة يوم 30 يناير، وده شيء برضو احنا بنشكرهم عليه على كل الخدمات وكل المطالب اللي بيقدموها. يمكن كان في طلب كبير من الناشئين العرب لدرجة ان هو كان مخصص ليهم صراعي ثلاثة، لكن لزيادة العدد أصبح هناك ناشئين عرب في صالة 4 وفي صالة 1 و2، وده شيء بيفرحنا وبيشددنا. وعايز أقول كناشئ مصري وكرئيس أحد ناشئين العرب، الحقيقة سيظل معرض القاهرة الدولي هو معرض القاهرة الدولي أكبر معرض في المنطقة بشكل كبير جدا، والحقيقة بوجود معالي الوزيرة ليست مجاملة لكن ابتداء من الدورة 50 وهي بتبذل مجهود كبير، والمعرض بيتطور بشكل كبير جدا، وأصبح النظرة القديمة لزملائنا والمسؤولين في وزارات الثقافة أو القائمين على معارض العالم العربي قبل النقلة اللي احنا بنتناها في هذه الأرض الجديدة. وبحب أشكر شركة مصر للمعارض على تفضلها باستضافة هذا المعرض.